السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم إسلام سعيد مؤسس مجموعات فلاي تيم سكاوت. إحنا فريق كشافة موجودة في مركز شباب متنمة، كنا موجودين في أكتر من مكان وموجودين في أكتر من محافظة. الحمد لله بقالنا أكتر من سنتين، دي السنة التالتة لينا عاملين حملة أو مبادرة رمضان الخير. قدرنا في فترة صغيرة جدا ننتشر على إطار واسع جدا جدا في الكام يوم اللي فاتوا دول، ربنا أكرمنا وقدرنا في فضل عدد كبير جدا من الناس على الطرق بالأخص. اصعب شيء انك تكون على طريق او على سفر او على مكان نائي ما فيهوش اي حاجه انك تقدر تاكل او تشرب، فاحنا بنقدر نوفر لك الكلام ده عن طريق المبادره دي. ناس كتير جدا دعمتنا، من اول السيد الرئيس الاتحاد العام للكشاف والمستشفيات الدكتور خالد العيسوي، ما فيش حد اثر معانا، من مديريه الشباب والرياضه بالقلوبيه لاداره الشباب لمركز الشباب استاذه لبنى بالاخص، الحاج سعيد والحاج سيد، ناس كتير جدا افاضل كان ليهم خير علينا، جمعيه كشافه الجويه اللي موجوده، ما حدش اثر معانا. احنا بنتمنى ان الناس كلها تعمل زينا وتبقى احسن مننا. نتمنى ان رمضان اللي جاي يكون فيه حملات اقوى مننا واعظم مننا بكتير، وخلي رمضان الخير دايما قدام عينيك. رمضان الخير وكل سنه وانتم طيبين.